السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم، وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، اليوم حلقتنا حلقه خاصه ببلديه التاجي. طبعا احد الاشخاص اللي دائما يلبي الطلب وان يكون حاضرا في قناه الايام وخاصه في برنامج بخدمتكم، وهذا الرجل هو رئيس مهندسين ذو كفاءه عاليه لديه خبره، ودائما ما اوصفه بالمستشار الهندسي. هذه الخبرة المتراكمة تنتج لنا رؤى حقيقية، رؤى واقعية لمعالجة المشاكل العالقة كان في بغداد وفي المحافظات. وطبعا تقريبا بنسبة كبيرة هي متشابهة، كون الأرض هي أرض واحدة والمهام مهام واحدة ونصت بقانون وقانون معمم على كل المحافظات، لكن هناك خصوصية في محافظة بغداد وأشرنا إليها في أكثر من حلقة كانت تخص محافظة بغداد، وهذه التقاطعات ما بين صلاحية أمانة بغداد ومحافظة بغداد. وهكذا أصبحت هناك مشاريع كبيرة دخلت في فتيه كبير، وهدرت أموال كبيرة بسبب فساد هنا وفساد هناك، وتم إعادة انتخابات مجالس المحافظات في العام الماضي، وأنتجت أن محافظات بعض منها استكمل إجراءاته والبعض يتراوح في مكانه لأسباب اتفاقات ما بين الكتل الفائزة. المواطن العراقي هو يطمح، بالتالي يطمح بأنه يراد عمل، يراد خدمة، ما له علاقة بالحديث الجانبي بين الجهة السياسية الفلانية والجهة السياسية الفلانية. الناس راح تنتخبت، قدمت صوتها، فما على الكتل الفائزة هو تقديم الخدمة وأن يكون بمثابة الخادم لهذه المحافظة ولأبناء المحافظة. كلمة الخادم يعني كلمة ليست هينة، هذا شرف كبير أن يكون خادم لأبناء بلده، بالتالي هذا ابن البلد راح يعطيك صوته. كيف تحافظ على هذا الصوت؟ أن تكون تقدم الخدمة من خلال مكانك، إن كنت تنفيذي أو كنت تشريعي، فكل الحالتين هو شيء يكمل شيء الآخر. إذا كنت تشريعي فأنت مكمل للتنفيذ وأنت مراقب ومتابع حقيقي، المفروض هذا ما ينص عليه العقل وليس النص. دائما نعتاد إحنا النص ممكن أن يغير بوجود مشرعين، لكن العقل ما ممكن أن يغير فوق يعني فوق هذا الهدف الأسمى، اللي هو أن تكون منطقيا أنت جيت مقدم لخدمة الناس، فبالتالي هدفك هو تقديم الخدمة، فبالتالي أنت خادم لهؤلاء الناس، وهذا شرف كبير. حتى ما نسب كثيرا بطرح هذا الموضوع، لكن أنا أحس بوجهة نظري مهم جدا أن نكون دائما السلطة الرابعة توعي، تقدم النصيحة من خلال البرامج، نصيحة لأخوان المسؤولين إن كانوا في التنفيذ أو في التشريعي، اهتموا بما قدمتوه من وعود، هذا سيف مسلط على ركابكم، هذا وعد والرجل كلمة وأنتم انطيتوا كلمة للناس، فكيف تنفذون هذه الكلمة؟ كيف تتابعونها؟ كيف تحققون أهدافها؟ حتى يمكن بعض المسؤولين يتحذر، يعني يقول لك انا ما ادخل فيها في خضم هذه الاسئله السياسيه والجهات السياسيه، انا اعمل وفق عملي اللي كلفت به مهام عملي في دوائر الدوله، وهذا ايضا يحترم الراي جدا. اليوم ضيفنا مثل ما تحدثنا في بدايه الحلقه ضيف مميز، هو الاستاذ المهندس الاستاذ نزار الربيع، مدير بلدية التاجي. نرحب بك بنتكم. الله يحفظكم أستاذ نزار، أشكرك مرة أخرى لحضورك. شكرا. أريد اليوم نستأنس برأيك لمجموعة يعني من الأسئلة، بصراحة احنا كإعلاميين تقلقنا، بالتالي أنا مواطن عراقي فيتقلق المواطن العراقي بشكل عام والمواطن البغدادي بشكل خاص كونك في من ضمن محافظة بغداد. نعم. ونبارك لكم بأن جاكم محافظ، الحمد لله، ومجلس محافظة، هنيئا لبغداد وأهلها، وهنيئا أن كل جهة راعية وساندة
الدوائر التنفيذية أحسن في بغداد. أنت كمهندس استشار يعني، خلينا نبدأ من المحافظات. نعم. غير محاور الأسئلة، نبدأ من المحافظات. يعني بالتالي الإنسان اللي يعمل نظيف وإيده نظيفة ما تهم الرقابة التشريعية ولا يهم الرقابة الديوان الرقابة المالية ولا كذا. صارك جيد بالخدمة أستاذ نزار؟ قديم أنا ما شاء الله العمر الحمد كله لله. الحمد لله. فما يعني عمر كبير الحمد لله وشكرا، يعني ما جاي عليك مؤشر معين كذا أو تدت الشهر. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وهذا فضل من الله ومنه، استحق الحمد. يعني هاي هذا المخاض العمل اللي صار لك سنين دا تقوم به أكيد تحتاج إلى رقابة، أكيد تحتاج إلى متابعة حقيقية. أنت بوجهة نظرك تحتاج إلى مجلس محافظة، تحتاج إلى محافظ ميداني مو مكتبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحب أتوجه بالشكر الجزيل للمقدمة اللطيفة اللي هي جملتني بها واللي هي أكبر من حجمي اللي أحس به أمانة. لك مقامك. الله يعلي مقامك. رأيي وفوق كل ذي علم عليم، يفترض بكل حالة عمل أنه يكون أكو رقابة، على أن تكون الرقابة متمكنة من أدواتها. الأدوات أولاً أنه المهنية. أنا ما يصير أنه أتكلم بأمانة أكون كمهندس يكون إلي المدني اختصاصي البناء، يكون اليد اللي أعمل بها خريج قسم المخازن وأزج بالعمل ليخص عملي كبناء، هاي العملية مو صحيحة. هذه العملية خطوات متسارعة إلى الهاوية. بأمانة أنا ما كانت عندي في يوم من الأيام أي مشكلة مع الأجهزة الرقابية مطلقا، لسبب بسيط: امشي على التعليمات وامشي على القانون. الأجهزة الرقابية ما كانت في يوم من الأيام إلا جهاز رقابي وليست سيف مسلط، إلا على الخاطئ يحس بها أنه سيف مسلط على رقبته. لا، أنا أعمل بموجب القانون، بموجب الصلاحية الممنوحة، ماكو داعي أتجاوزها. هذه حدود عملي وهذه حدود الصلاحية، 1 2 3، وكان الله يحب المحسنين. استاذ نزار، يعني احنا اهل بغداد تعرف يعني انت من الناس الاوائل في بغداد خاصه في منطقه الكرازه، فتعرف اكو لك مشاكل كبيره في بغداد. نعم. يعني هل مجلس المحافظه في خلال هاي ال4 سنوات قادر على حل هذه الاشكاليات؟ يعني تركه كبيره، هسه لو ناخذ بنسبه معينه هل هو قادر على حلها؟ استاذي الفاضل، بغداد وخاصة بعد 2003 شهدت توافد الملايين من العراقيين من المحافظات المجاورة والمحافظات البعيدة سعيا وراء الأرزاق، وراء مصالحهم التزاماتهم، حتى لو كانت عائلية رتب حالة بموجبها أنه يسكن في ويستقر في بغداد. هذا خلق مشكلة، والمشكلة كبيرة جدا ومتعددة الاتجاهات. أولها أزمة سكن، ثانيها الضغط الشديد على الخدمات التحتية والفوقية اللي تمس حياتها بالمباشر، وأيضا انفجار السكان في داخل نفس البيوتات البغدادية. بالتأكيد نسبة الزيادة السكانية السنوية 3%، هاي النسبة العالمية. صح. احنا اعتقد احنا تجاوزناها، نعبرها تجاوزنا. الحمد لله، والحمد لله ربي يديم ويبارك. اللهم زد وبارك ان شاء الله. فما اعتقد، ما اعتقد انه حتكون ال4 سنوات كافيه، لانه هو المد السكاني ما متوقف، المد السكاني متزايد، وخاصه بالسنين الاخيره بعد ما شهد البلد
الجفاف وقلة المياه في منافذها ومنابعها والكميات الواصلة للعراق والأراضي الزراعية اللي تصحرت، صار تحول من الريف المدينة بالضبط. تمام، هذا خلق مشاكل جديدة، يعني مو بس خدمية، مشاكل اجتماعية واقتصادية، ويعني كثير من التغييرات حصلت. فما أعتقد بالصلاحيات المخولة لمجالس المحافظات بالصلاحيات الحالية اللي كثير منها محدودة، كثير منها محدودة تتقاطع مع الصلاحيات الحكومة الاتحادية، فما أعتقد أنه يحاولون يلبون بعض من الطلبات السريعة القصيرة المدى، لكن على المستوى التخطيط الاستراتيجي مرهون بالأمور الاقتصادية والسياسية وغيرها من الأمور. يعني احنا واحدة من المشاكل استاذ نزار، يعني أماكن الاختناقات المرورية هسه في بغداد، يعني هسه اليوم سبت، يعني واعتقد نفس صادفك الموضوع، ساعتين ونص يمكن من الثنتين من الحارثية إلى سكني ساعتين ونص، يعني هاي كارثة. ويوم سبت يعني اكو دوام، لا اكو مثلا يعني هسه يعزوها الحكومة هو الأعمال الموجودة، أعمال المجسرات والأنفاق الموجودة، يعني هل هي هاي الأنفاق راح تقل بنسبة كبيرة فك الاختناقات؟ وإحنا شفنا مثلا مجسر باب المعظم قرب كلية فنون جميلة، صح الزخم اللي داخل الإشارات المرورية فك الاختناقات نوعا ما، لكن الازدحام صار على الجسر، انتقل. ولأن المشكلة بالمقابل بعد الجسر، نزلت الجسر تقريبا 200 متر أو 300 متر أكو تقاطع، وراء بعين هماتين أكو الجسر اللي وسطك اللي جامع براثة. هذه المشاريع بالتأكيد المفروض الحكومة لها دراسة، ودراسة ليست مستعجلة، المفروض أن تنفذها بشكل صحيح، وهذه أموال أيضا تنفق. يعني شنو الحل الأساسي واللي ممكن ينفذ خلال فترة وجيزة، ليست بوجيزة يعني احنا نقول شهر شهرين، احنا سنقول وجيزة بالنسبة لنا مو طويلة الأمد، قصيرة الأمد، يعني المفروض تحل ابتداء الربط ما بين الهجرة إلى بغداد والتوسع السكاني أسهم بهذه الزيادة بعدد الآليات والسيارات والمركبات، إضافة إلى موضوع جدا مهم هو عدم وجود سياسة لتحديد عدد السيارات داخل العراق. وصلت 4 مليون يمكن أعتقد في بغداد، أعتقد 4 مليون الكلام الأخير اللي سمعته، من أصل 7 مليون في العراق. أكو موضوع جدا مهم، قبل كنا ما تنزل سيارة تترقم إذا ما تسقط سيارة، صحيح. هذا جزء من جزء بسيط من الحل. الحل الآخر هو من المعالجة، مو من الحل، من المعالجة المعالجة الأخرى هو بإقامة الطرق الما تحت الأرض، تفعيل النقل الجماعي. ومترو بغداد سمعنا بيه من مترو بغداد أنا سامع بيه من 2006 ما أرد أذكر الاسم اللي وعد خلال سنة وكان تركيزي مع تصريحه جدا عالي، قال سيكتمل إنشاء وليس التصاميم مترو بغداد خلال سنة واحدة، واليوم 16 سنة 18 سنة على تصريح، يبدو أنه خان التعبير. أي الأمر المترو في بغداد وفي المناطق اللي ذات التربة الرسوبية يحتاج إلى الكثير من الجهد والمعالجات. احنا نعرف في بغداد عمق المنطقة الصخرية اللي تحافظ لك على مسارات المترو لا تقل عن 14 متر عمق، خرسانة تصير لا في الطبقة الحجرية أه. اللي تحافظ لك عليه لازم ينزل جوافة 3-4 أمتار حتى يأمن كفر لها حماية بالطبقة واضح. الحجرية الصخرية في بغداد زائدا التوسع، يفترض التوسع في إقامة مراكز السكن حول مدينة بغداد، و
كثير من الدول اللي وصلت إلى حالة الاختناق مثلنا أوجدت عواصم جديدة بالكامل. نبتدئ من البرازيل، الكثير من الناس يقول العاصمة ساو باولو، لكن هي مو ساو باولو، نيو برازيليا، عاصمة مدينة صغيرة. نيو دلهي؟ ما رايح يعني، ما شايفان. بس أمانة يعني كثير من الدول، احنا مشكلتنا انه العاصمة السياسية والتجارية هي بغداد. صحيح. كثير من دول العالم تميز بين العاصمة السياسية والعاصمة تركيا التجارية عدن. اسطنبول وأنقرة. صحيح. وكثير من الدول احنا كثير من المعالجات، لكن تتطلب وقت وتتطلب إرادة وتتطلب إرادة بالتنفيذ وتتطلب بأمانة انه نقل الأفكار للواقع من مجموعة إلى مجموعة، التبني مالتها. التبني يعني جنابك الكريم كحكومات كوزراء بالتأكيد يجب أن تضع استراتيجية للعمل وللاقتصاد على الأقل لمدة 20 إلى 25 سنة، يكون المسؤول التالي منفذ. واضح. هذا الأمر جدا مهم. مو كل حكومة تجي تبدأ من الصفر أو تلعب. بالضبط. الحكومة اللي قبل. بالضبط. أنت اللي وصفته هو ما عجز عن لساني. لا عفوا لا. أستاذنا العزيز. أستاذ الحبيب. وفعلا مثل ما تفضلت بأنه هي كل العمل باستراتيجية هو الدائم. العمل الآني لا، حتى ما يكون ترقيعي، ما يصل إلى مرحلة الترقيعي. العمل الآني مو ترقيعي، مرات يكون عكس الاتجاه عكس المراد. فعلا عكس المراد. صحيح. يعني أسألك كمهندس، لأن يخضع للاجتهاد الشخصي وليس اجتهاد كمنظومة. تمام. يعني تحس أكو تكاملية لو العمل انفرادي، كل مؤسسة أو كل جهة أو كل وزارة تعمل لذاتها لإسمها. هنا أنا أستاذي الفاضل، هسا نرجع إلى التخطيط الاستراتيجي. لو كان أكو تخطيط استراتيجي لمدى بعيد، ماكو حد يعمل بمعزل عن الآخر. بأمانة كل قطاعات الدولة تتعاون وتكون ملزمة بالتنفيذ بموجب الخطة الموضوعة. منفذ منفذ بعد ما يصير التخطيط لها. يعني احنا راح نرجع على نفس المسبب والكثافة السكانية والانفجار السكاني الكبير في بغداد. طبعا هذا الانفجار السكاني ولد احتياجات الطاقة الكهربائية، احتياجات المياه، وهذا هو مشروع جدا. مواطن عراقي، كل الكون مواطن عراقي من حقه يسكن في أربيل ولو هي صار إلا كفيل. على طول على العموم هي يعني انت ما أدري موظف دولة الأمور ممكن أنه بكلمة طيبة تفرج هاي الأمور إن شاء الله. ندعو من الله بلد واحد يعني. أكيد. مثل ما أخواننا الأكراد من يطب إلى كل مدن العراق بدون شيء، عراقي ومحترم. صحيح. وإن شاء الله نفس الحالة. أنا هم أنا مرات أروح إلى أربيل لأسباب مختلفة، من هالعلاج من هال ما شفت منهم أكو غير هاي المسألة أنه يتأكد أمنيا أو كذا لغايته أو كذا، غيرها ما أكو. بعد حتى ما حد يسألنا أنا بعد هاي الحلقة ما أدخل أربيل. أنت عراقي. الله يسلمك. فبالتالي من أنت عراقي من حقك أن تدخل في أي محافظة تسكن فيها. نعم. فهذا هو مو عيب أن يجون في بغداد. لا 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 أبداً لكن خلى أعباء. هذه الأعباء من يبدد هذه الأعباء؟ الحكومة العراقية. هذا واجبها، واجب الحكومة العراقية أن توفر العيش الكريم لأي مواطن عراقي تحت أي عنوان تحت أي مسمى. هذه الكثافة أثرت على الكهرباء على المياه، والبعض هناك من تجاوز على الحكومة العراقية على الأراضي العراقية وبما سمي المتجاوزين. تجاوزات وصلت إلى انهيار المنظومة الكهربائية بسحب وتجاوز على المنظومة، وكذلك حتى على المياه إن كانت إسالة وإن كانت مجال. هذا يحتاج للحكومة أن توفر السكن، فأصبحنا في أزمة سكن
وأزمة كبيرة وصلت المناطق في بغداد مثلا على سبيل المثال في مدينة الصدر بيت 144 متر أصبح 3 بيوت تقريبا. أكو بيوت في مناطق مثل كرادة منصور شعب فلسطين زيونة تحول البيت من 200 متر إلى خمسينات وتم بيعه، وهذا استهلاك من قبل مالك الأرض أو مالك البيت حتى يستفاد. الحكومة أو البرلمان شرع قانون أنطى حق المستثمر أرض مجانا بمقابل قروض من الدولة العراقية ويبنيها ويبيعها المستثمر إلى مقابل حصة أنا أعتبرها جدا بسيطة للحكومة العراقية 10% 10% و 20% يمكن أسمح 10% عم لو بقى 20% حسن. القانون مال 19 أنا أسأل أنا بالله عليهم هذول البرلمانيين في وقت اللي شرحوا شلون تشرح هيك قانون إذا تكسب المستثمر مو بهالطريقة تعطي هذه الوفرة العالية يا أخي، ولا تجربة لا في المحيط الإقليمي ولا في العالم هكذا امتيازات يعني منحك بهذه الطريقة، وبالتالي المستفيد الوحيد هو المستثمر. وصلت إلى كذا مبلغ على المواطن العادي مثله ومثلك ما يقدر يشتري شقة في بوابة العراق، ما يقدر يشتري شقة في كذا مكان، ما كوش مبلغ عندي أمتلكه، فقط المشاهير بدأت الناس بعض المسؤولين يشترون شقة وشقتين. على العموم المواطن بسيط وينه يعني وين مكانه؟ إذا أنا أجيب استثمار وانطي للكبار وقطع أراضي ماكو بغداد اختنقت لأن أغلبية تأخذوا المستثمرين، وده نشوف مطار المثنى شنو المشاريع عندك حتى جامعات صارت فيها وراح تنفتح قريب. المواطن العراقي يبقى بالتجاوز ما تنبنى على مدن، نسمع رئيس الحكومة مشروع علي الوردي مشروع كذا في النهروان، روحوا شوفوا النهروان شايفين العلاء المسؤولين نهروان أقسم بذات الله زرتهم مياه الآسنة بالبيبان وهي النهروان قديمة، يقول فقط شارع واحد مبلط في زمن هدام قديم متهالك ما حد يقول يطرق أبوابنا بس بالانتخابات يجونا في مدينة النهروان. النهروان أعتقد المعلومة مو دقيقة. لا أنا حضرتها شارع الشمري أنا مستلم. لا لا مو رئيسي ما دحش على الرئيسي على الفروع الداخلية الأزقة طيب. انهار تماما أنا زرتها وشفتها بعيني، الرئيسي موجود متفقين وخاي الفلكة الدوار وكذا موجود، لكن طب المناطق السكنية أطفال يعني مياه آسنة بالبيبان صار نزار شنو الحل؟ أنا آسف هاي الديباجة صارت عالية لأن خدنا عن الموضوع كمواطن عراقي يعني. أستاذي الحبيب بموجب القانون تعريف الوحدة السكنية الواحدة ناحية النهروان وزعت الأراضي للفئات المشمولة آنذاك وجلهم من عوائل الشهداء وغيرهم من الفئات، كان الحد الأدنى للإفراز هو 200 متر. الميتين متر بإمكان أبو صاحب الدار ينشئ ويترك مساحة لجراج وحديقة صغيرة وحتى نظام حوض التعفين السابتك تانك هذا معمول به. أنت هسه أي منطقة في بغداد قبل 40 سنة هاي الكرادة الشرقية فيما مضى يعني أنا طفل صغير ستينات أتذكر نظام السبتة تانك مو مفعل عندنا بالبيت بلديات ومناطق اللي صار صحيح أوكي تمام طيب أنت من جهة لكن بقيت من أستاذي الحبيب الكرادة إيش قد عمرها؟ تقريبا انت وهالكرد ما اعرف انا لا قديمه لا عمرها طيب عمري. من يكتمل السكن كلام واكو بالقانون 40% من نسبه البناء تمد الى الخدمات صح طيب لكن احنا لنذب باللوم كله على الدوله بامانه الحكومات العراقيه المتعاقبه ما بعد ال 2003 خلي نتكلم بكل وضوح واضح صار احنا 20 سنة من القتال المستمر من المؤامرات
على هالبلد هذا اقليمي ودولي على الشعب بامانه. اي صحيح، لا اتفق وياك على هاي النقطه. طيب صحيح، انت العمل يحتاج الى استقرار. الشركات المساعده الاجنبيه المساعده بلي لان ذوي الخبرات من العراقيين بامانه اقول لك اختفوا. اللي كانوا في عمر العمل بالسبعينات والثمانينات اليوم اصبحوا كبار السن وما يمتلكون الامكانيه انه يقدمون ما قدموا ايام شبابهم. بقى الجيل هذا الموجود حاليا لا يمتلك الخبره، فبالتالي الاستعانه بالتقنيات الجديده اللي موجوده بالعالم اللي احنا انحرمنا منها تحت مختلف العناوين والاسباب والمسميات الى اخره، يحتاج الى استقرار. احنا حاليا هاي صار سنتين ثلاث بدنا ننعم بالاستقرار، هذه حقيقه. تمام. فانت التطور ويحتاج استقرار. ارجع الى الامر الاول، اكو فد، احنا نندب كل شيء على راس الدوله، مو بتحيز، انا مواطن هم ارجع مثلك، القى كهرباء ماكو، القى المي مقطوع، ممكن المجاري قدام بيتي الطوف ونفس المعاناه. لكن اني ابادر من اشوف المي مقطوع بامانه احكي لك، احاول انه اقتصد باستخدام المي. من اشوف الكهرباء ده ترمش او كذا اطلع من مكان الى مكان اخفف استهلاك الكهرباء. يعني المواطن يكون جزء من الحل. جزء من الحل، جزء اساسي. كثير من الناس هسه يشتكي من 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 شحه المي، تروح البيت تلقى المبرد الذب، الخلاطات الذب، الحنفيات الذب مو يمه. طيب انت بالنسبه لمدينه النهروان وكل المدن الجديده، التخصيصات الجديده اللي من الثمانينات، خلينا نكون واضحين، كثره التقسيم اللي صار بها تقسيم والانشطار، بعد ما بقى على مكان يخزن المي مالته ويتسرب للتربه مثل نظام حوض التعفين، التجا الى المطالبه بالمجاري، حقه حقه. لكن دائره تجي تريد تسوي لها دائره مهندس مقيم او مخازن للشركه اللي تنفذ شبكات المجاري، او تريد تحفر بالشارع تريد تنفذ الشبكه وتصطدم بالمتجاوزين او ما يقبل يطلق. والقضاء بالعشر سنين الاخيره بامانه احكي لك انتهج نهج انه باب الانسانيه مع الناس كلها، حرم سحب قوه قرار 154 لسنه 2001 من قوته اللي كانت تبيح وتعطي صلاحيه قاضي الجزاء الى مدراء النواحي ومدراء البلديات، اللي هو التوقيف للمتجاوز وهدم التجاوز وعلى حساب المتجاوز. طبعا يدفع تغريب يعتبر. طبعا انت تجاوزت على ارضي وبعدين تجي تمنعني من اقامه مشروع يخص ال 500 600 الف مواطن بامانه. هذا ما تطبق؟ مطبق بحدود الدنيا. بحدود الدنيا يعني بتطبيق خجول. انت مع تطبيقه؟ انا مع القانون، حتى الكون اذا اختلف به القانون لاجزاء الثانيه انهار الكون. الكون اللي خالقه الجبار جل وعلا، اذا صار اختلال بالتوازن لأجزاء الثانية انهار الكون. طيب هذا بشري. نحتاج إلى مدن مو مناطق صناعية، مدن صناعية. نعم. احنا دائما نشوف العراق بلد مستهلك، دائما نستهلك. وصلت مرحلة بينا إلى حتى الطماطة حتى الخيار نستهلكه. طبعا هاي أسبابها معروفة، قضية المياه، الزراعة وتفاصيله. تركيا ما شاء الله ما قصرت ويانا بقطع المياه. لكن صناعيا يقول لك يعني الحاجة العراقية
تصير غاليه، فاروح استخدم المستورد وهي يدخل بيها غسيل الاموال وغيره وغيره والحاجات اللي تدخل للعراق بشكل مفرط. لكن احنا المنتج العراقي دائما ما هو مميز، اما من صوبة علاء الدين وغيره على بساطة على بساطتها لكن مميزة يلبي. ويادي والخبرات العراقية مو سهلة، والأيادي العراقية ماهرة ومعروفة طبعا على مدى زمن بعيد. ليش ما تكون هناك مدن صناعية نستغنى عن قضية الاستيراد؟ سيدي الفاضل، مدينة بغداد القديمة كانت حدودها معلومة، أنشئت مناطق صناعية بسيطة زحف عليها التوسع السكني بالسكن. إذا تتابع كثير من مناطق بغداد، هنا في الكرادة الشرقية أكو منطقة صناعية بالناظمية قديمة تحولت إلى سكنية، توسع السكن عليها. في الكاظمية أكو منطقة صناعية، يجب كسر وعطش موجودة، كسر وعطش زحف عليها التوسع السكني أصلا تعد عنها، مو صحيح؟ عبر ولا سد جسر ديالة ما جسر ديالة كذا حتى بابا غريب. أنا مع بأمانة التوسع بإنشاء المناطق السكنية الصناعية وفق المحددات البيئية اللي هي تنص على أنه يجب أن تبتعد عن أقرب تجمع سكاني بمسافة لا تقل عن 2000 كيلومترين، منعا لحصول حالات التلوث والتسمم بالأبخرة والغازات من المنبعثة من المعامل الصناعية. إضافة إلى أنه التوسع بإقامة المدن الصناعية راح يحدد من توسع المدن بأمانة. كان أكو مقترح وقديم حتى هذا شارع الشيخ عمر اللي كلتنا قبلتنا أيام العطل بأمانة صلح السيارة، كان أكو مشروع من سنة 1970 لترحيله إلى منطقة خارج بغداد إلى النهروان، رجع وانغلق الأمور. بعدين سنة 80 أعيد النظر به، يعني أعيد التفكير بتطبيقه. أيضا تراجع الأمر كل 10 سنوات وآخرها 2010 ترحيلهم إلى مناطق صناعية. وكان أكو فكرة أنه في منطقة بوب الشام وغيرها النهروان تبقى خدمات البسيطة ما بعد البيع، شركات كشركات صحيح. مو بهالطريقة العشوائية بصراحة أحكي لك، يعني ما تليق بمدينة عريقة مثل بغداد اللي سوى بغداد قبل على أكثر من 1300 سنة. هذه العقول الجبارة أنجبت هذه العقول الحالية، تعجز أنه مهندسين تعالج صح هذا الازدحام في بغداد وعدم التنظيم والكثير من المعامل في وسط الأحياء السكنية بلا ضابط بلا لا تصير مناطق صناعية. أكو فد موضوع جدا جدا مهم بأمانة أتكلم به، موضوع مداخل بغداد وإقامة المدن الصناعية قبل الدخول إلى بغداد. هاي ذكرت بالتصميم الحضري مو هنا أنا خليني إذا تطيني ثانية حتى أرجع لك على هذا الموضوع. يلا أوصل الفكرة بالأمر. فضل صديق. المعامل هاي تحتاج إلى مواد أولية تجيك من خارج بغداد، تكون بناقلات ضخمة وحمولات عالية. إذا تفرخ حمولاتها قبل ما تدخل إلى مدينة بغداد السكنية والخطوط السريعة الموجودة راح تحافظ على الطرق لو ما راح تحافظ؟ صح مو تمام لو لا. إضافة إلى أنه من الوجوب التفكير وبصورة جدية بإقامة الطرق الحلقية. صح تجربة نستنسخها من أربيل أو من سليمانية أو من دهوك أو من كثير، لكنه مو عيب الإنسان ينقل تجربة غيره ويطورها. هاي تجربة أنا ما أنقل كل تجربة، كل تجارب العالم حتى بالإسلام أكو السابقون السابقون مو صحيح لا وأصحاب اليمين يعني مو عيب
صح. انا بتقديري مو عيب، بالعكس. يعني انا عندي استنسخ وطور. اي انا عندي معلومه استاذ نزار بانه سنه 71 يمكن تصميم بغداد الحضري اكو كان الخمسينيه او 50 سنه وينتهي هذا التصميم، فانتهى بال 2000 مو تمام؟ نعم نعم كلام يعني الحمد لله واشكر يعني عندي معلومه لمده دقيقة. 30 سنه وليس 50 سنه. انا حسب ما قريتها في وقتها كانت 30 سنه تحديث التصميم. تحديث التصميم يعني هاي السنين كلها ما حد انتبه لهي القضيه، ما حد ادرك بانه بغداد تحدثت من بدايه حقه الى الان هذا الانفجار السكاني، ما حد سعى الى تجديد هاي الخطة. يعني ما أعرف، حكومات متعاقبة. أنا أسلفت وياك أنه إحنا من 20 سنة المنظورة ما كنا متفرغين لبناء دولة قدر ما المحافظة على الدولة. فعلا أتفق وياك 100%. صح، كان الهم الأساس أنه دفع الإرهاب، دفع القتال، النأي بأنفسنا كدولة من الصراعات الإقليمية رغم المحاولات صح. الحثيثة لسحبنا باتجاهها. فحاليا دولة رئيس الوزراء أنا دا أشوف بأمانة الرجل متوجه إلى هذه الحلول السريعة وهي تبقى في حال استكمال هذه خارطة فض الاختناقات في داخل بغداد. يجب أن توسع ترافقها، توسع الطرق الحلقية. أنا أشبهها مثل الحجر ترميه بالماء، الويفز الموجة مالت التسلسل الترددي إلى أن ينتهي. ولا أزال يعني في تفكيري أنه المدن الصناعية يجب أن تقام مع المدن السكنية الجديدة على أن تتمتع بذات الخدمات اللي في مركز المدينة بل أعلى منها حتى تشجع المواطن أنه ينتقل بالسكن إلى تلك المناطق. وكثير بها من المزايا، الجو، البيئة الطبيعية الحلوة. صح. أحنا اللي نفتقدها في بغداد. أنا هسه إذا تسألني تقول لي إذا طريق مدينة جديدة تصل إلها من مركز بغداد في نص ساعة أخلي إيدي على كتفك. صح، أفضل من هذا التلوث البيئي حاصل في داخل. صحيح لو لا فعلا. يعني أنا لحد الآن معاناة الساعتين ونص لحد الآن بالك لو أدريك جايبك بيوم جمعة يعني بصراحة أستاذ نزار ما تفضلت بي صح، ما بعد السقوط سنتين الحكومة غير مستقرة، ماكو دولة أصلا، ماكو. بعدها صار مجلس الحكم وراها اجى القاعدة وراها داعش وراها الصراع قبل صراع الطائف وراها القاعدة وراها داعش وإلى مخاضات انتخابية انسحابات. المهم وصلنا فعلا ما كناك استقرار سياسي مجتمعي حتى مجتمعي. نعم، لكن بعض المحافظات تسحب حيل على بعض المسؤولين. هذا ما يعني كناك مسؤولين فاشلين في بغداد ما انتجوا. استاذ نزار مع احترام على المكانك واحترام لكل مسؤول عراقي، في بعض المحافظات ما كانوا داعش، في بعض المحافظات ما هناك خروقات امنيه قليله، لكن مو بنسبه بغداد اللي كانت 11 سياره مفخخه باليوم الواحد وكانت الاف الشباب تروح من عندنا يوميا. هسه الحمد لله ببركه الله وأهل البيت يعني ورجال الحشد الشعبي والقوات كل الأمنية كل الأبطال من العراق، فأصبح عندنا هناك استتباب أمني ما رد نحسب نفسنا عليه. الحمد لله رب العالمين. لكن هذا ما يعني هناك فساد، هناك تلكؤ بالأعمال، هناك مشاريع عطلت، مشروع قناة الجيش وغيرها عطلت وأهدر بالمال العام بالمليارات، 220 مليون دولار مبلغ خيالي راح وانتهى وانعدم المشروع. احنا نقول سار نزار لازم الشخص الاخطاء، بما انه انت مسؤول ما ملزم بانه الشخص الاخطاء وين بيا دائره. احنا كاعلام نشخص الاخطاء وهذا واجبنا وهذا ما يملى علينا الضمير كاعلاميين.
أن نطرح هذا للرأي العام، والرأي العام له اليد الطولة على قرار الحكومة وعلى قرار البرلماني، كونه أنتج لنا مجلس نواب يتحدث بالنيابة عنه، وهذا المجلس النواب أنتج لنا حكومة. ما أخفيك أنا مع ما يقوم به دولة رئيس الوزراء الأخ محمد شاه السودان، رجل ذو همة تشوفه يتحرك في كل مكان لغرض إنتاج شيء من مو لا شيء، لكن عنده موازنة، وموازنة 3 سنوات أتاحت له فرصة ومساحة كبيرة دون غيره أن يتمتع بالإنتاج. هذا التكاتف، هذا يحتاج إلى تكاتف، يعني مواطن له واجبات وعليه مهام، التزامات، التزامات مثل ما تفضل، مثل ما تفضلت من هاي بعض الالتزامات اللي هي تساعد الحكومة. الآن الشعب كثير من الناس فرحين، يعني يشوف جسر البناء ويصعد على الجسر، وهو يحتاج استراتيجية ودراسة حقيقية. هنا رسالتك لكل مسؤول، يعني بما أنه أنت مسؤول وعندك التجربة، هذا الاستفحال في المكان وفساد الموجود، ماكو شريف بالحياة أن يكون معه. أنت شتت رسالة حقيقية، لأن وقت البرنامج بصراحة انتهى. شيء واحد، من أمن العصاب أساء الأدب، من أمن العقاب فعلا. صح، أنا من دعاة فصل السياسة، السياسة لها دين والرجل التنفيذي له دين. هذول طلعوا 3 مشركين. يعني اني اباوع باوع عنه، كل واحد له دين، واحد دين له واحد. بأمانة اقول لك، الرجل السياسي له دين، انه دينه التوجه الى ما تملي عليه السياسه، والرجل التنفيذي له دين انه يسير مع ما يملي عليه القانون والضوابط اللي يعمل بيها. طبعا انا عندي ملاحظه بسيطه، يعني العيب ليس في متن السياسه، العيب من يمثل السياسه، لان كل مخرجات الدول، كل مخرجات الحكومات هي مخرجات سياسيه. نعم. انتجت السياسه، خرجت لنا الجمهوري والديمقراطي، خرجت لنا بايدن واوباما وغيره وغيره، لكن التدخل في الاختصاص الحكومي وفي مفاصل الحكومة هذا خلل، أتفق وياك. أكو موضوع بسيط، إحنا لن نسهو عن موضوع قلة الخبرة السياسية. بأمانة كان البلاد مسيطر عليها من جهة واحدة، إن قالت قالت وإن صمتت صمتت. تجربة 35 عام. نعم، أنت اليوم يعني قلة الخبرة السياسية لها دور أساسي. الغربلة موجودة، وأنت تشوف الصينيين تغربل، تمام، تغربل كل الناس. صح، من السياسيين من يتنحى جانبا، ومنهم من تزداد علميته وخبرته السياسية، ومنهم من يفقد رصيده، تمام، بسبب عمله. صح، ومنهم من يرتقي، هكذا هي الحال، أدراج المجد لأنه أحسن عمل بالعمل مالته. صح. صح، فهي صبر جميل، وإن شاء الله صبر جميل ووقت جميل، والله المستعان. نعم بالله، وقت جميل قضينا جنابكم أستاذ نزار، المهندس الأقدم أستاذ نزار ربعي مدير بلدية التاج. شكرا لحضورك، شكرا لكافة المعلومات. شكرا إلي، عفوا، الله يسلمك في دول عمرك. شكرا. إذا مشاهدين الكرام، في ختام الحلقة تقبلوا تحيات كادر البرنامج، وأنا معدوم مقدم البرنامج حازم الحرب، ألتقيكم بإذن الله تعالى يوم السبت القادم في الساعة 9 مساء. في أمان الله.